ولمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة الناصرية معنا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. سيد مصطفى بداية أهلا بك، كيف تقرؤون المشهد في مدينة الناصرية وإلى أي مدى تتجه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد بعد الاعتداء الذي حصل بالأمس على ساحة اعتصام الحبوبي؟ أحيا مشاهديكم الكرام. منذ أن خرج أبناء العراق في المحافظات الثائرة في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019، يعني حددوا بشكل واضح الهدف أو الأهداف التي يتوجهون إليها، ومن ذلك اليوم بدأ واضحا نشاطهم ويعني استهدافهم لهذه المقرات الميليشياوية الإرهابية ومقرات الأحزاب التي دمرت العراق وقتلت أهله وألحقت بتاريخه وبحاضره وبمستقبله أيضا أكبر الضرر. ومن هنا يعني كانت هذه المشاهد التي رأيناها بالأمس ورأيناها اليوم ورأيناها من قبل طيلة الأشهر الماضية في ذي قار وفي العمارة وفي كربلاء وفي البصرة وفي ميسان وفي غيرها من المحافظات العراقية الثائرة. هذه الأحزاب العميلة والميليشيات الإرهابية هي التي تقتل العراقيين وتسرقهم وتستهدف أبناء العراق في كل مكان. سيد مصطفى، يعني لجنة حقوق الإنسان النيابية حذرت من أن استمرار الاغتيالات سيكون له عواقب وخيمة في إشاعة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي العام. برأيكم أين الحكومة وأجهزتها الأمنية والقضائية من كل ما جرى من عمليات اغتيال بحق الناشطين؟ كل هذه السلطات التي تفضلت بها هي ضالعة بشكل أو بآخر أو مسؤولة بشكل آخر، إن لم تكن ضالعة فعلا مسؤولة عما يجري في العراق من تدهور مريع للأمن ومن استهتار هذه الميليشيات الإرهابية التي نراها واضحة، أو هذا الاستهتار نراه واضحا في كل مكان وفي يعني على مدى الأشهر الماضية طبعا، وهو مستمر حقيقة منذ احتلال العراق عام 2003. ولكن في إطار حديثنا بخصوص ثورة تشرين، يعني على مدى الأشهر التي شهدتها الثورة خلال حكم عادل عبد المهدي السفاح، رأينا هذه الميليشيات تغتال الناشطين البارزين، وفي إطار حكومة مصطفى الكاظمي استمر الحال كما هو عليه، وهذا يكشف مدى تغول هذه العصابات الإرهابية التي تستهدف هؤلاء المواطنين وهؤلاء الثوار. نعم، ربما تعلم سيد مصطفى أن متظاهرين هدموا عددا من مكاتب الأحزاب التي أحرقت في وقت سابق احتجاجا على استهداف المعتصمين في ساحة الحبوبي. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن وجهة المتظاهرين كانت دقيقة في تحديد الجهات التي تقف وراء استهدافهم المتكرر؟ ما قلت في بداية حديثي أن الثوار عرفوا جيدا من هي الجهات التي تستهدفهم ومن هي الجهات التي دمرت العراق، وبذلك هم توجهوا إليها، وأيضا يعني توجهوا من قبل إلى مقرات القنصليات الإيرانية أيضا، لأنها يعني يعتبرها الثوار جزء من يعني منطلقات الاستهداف ومنطلقات تدمير العراق. ولذلك فإن ما حصل اليوم من هدم لهذه المقرات وبالأمس حرق لبعضها، إنما هو تشخيص دقيق من قبل الثوار للجهات التي تستهدفهم والتي تدمر العراق وتسرق ثرواته وتقتل أهله. نعم، هل ترى أن الهجوم على ساحة اعتصام الحبوبي ومن قبله عمليات الاغتيال المتتالية في البصرة وبغداد كذلك، هل أعاد زخم التظاهرات من جديد ومهد لإطلاق موجة ثورية أخرى مثلا؟ بالطبع في كل الحركات الثورية في العالم لا يتوقع أن يبقى زخم الثورات يعني في نفس الوتيرة. هناك أحيانا تخفت الحركة الثورية أو الموجة الثورية وأحيانا تنطلق بشكل أوسع، والحقيقة في العراق زخم الثورة مستمر، لولا أن موضوع جائحة كورونا
التي كشفت أيضا عن يعني مفائد كبيرة في القطاع الصحي العراقي بجوانبه التشخيصية والعلاجية والوقائية. ويعني لولا هذه الجائحة لكنا رأينا استمرار الزخم بشكل كبير. لكن بالتأكيد أن هذه الأعمال الإجرامية التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية أسهمت في يعني إعادة أو لنقل أنها أسهمت في ولادة موجة ثورية جديدة. هؤلاء الشباب الذين خرجوا في الأول من تشرين الأول 2019 يعني على يقين أنهم لن يعودوا إلا ويحققوا أهدافهم بإسقاط هذا النظام المجرم العميل الإرهابي بإذن الله. نعم، في سؤالي الأخير سيد مصطفى، يعني وفق تقديراتكم ما هو الهدف من وراء الاستهداف المتكرر لمدينة الناصرية؟ ولماذا جاء الهجوم على ساحة الحبوب بعد يومين بالتحديد من تحريض زعيم حزب الدعوة نور المالكي ضد المتظاهرين في ذي قار؟ يعني كما تفضلت، هو في إطار هذا التحريض الإرهابي الذي أطلقه المجرم نور المالكي في استهداف هذه المدينة تحديدا، وإن كان هو تكلم أيضا بالضد من باقي يعني المدن ومن الثورة بشكل عام، لكنه حدد بشكل خاص هذه المدينة البطلة وأبنائها الأماجد. وبالتالي فإن هذه الاستهدافات إنما تأتي متساوقة في إطار التهديد الذي أطلقه هذا المجرم، وأيضا تكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الأعمال الإجرامية. يعني من الواضح أن عصابات حزب الدعوة والعصابات الأخرى هي من تنفذ هذه العمليات الإجرامية بأوامر من المجرم نور المالكي وباقي زعماء هذه العصابات المتحكمة بالعراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.